رفاق العزة والفخار، رفاق الشهيد المعلم أبا علي شاهين، الأخوين محمد دحلان وأبو باسل المشراوي. اليوم نتذكر هذا القائد البطل، القائد الذي كان عبارة عن كتلة نارية ملتهبة، جلمودي صخر حطه السيل من علين، ينتشر بالجرأة والشجاعة بالأفكار، كان مدرسة للمحبة، مدرسة للتضحية والفداء، عنوان من عناوين فتح الكبرى، عنوان وطني كبير. اليوم وفي ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية نتذكر أحاديثه وكلامه عن على أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، قاتل من أجل هذه الكلمة كثيرا. نترحم على كل أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني، وتترحم على روح القائد الوطني الكبير أبو علي شاهين الذي كان له مجد كبير في الثورة الفلسطينية وفي ثورة شعبنا الفلسطيني، وكان قائدا ميدانيا وقائدا ثوريا، كان له الفضل في إنشاء جيل كبير جاهد وناضل من أجل فلسطين، ولازال هذا الجيل يحتل ويتبوأ المكانة في الصدارة في النضال وفي فداء شعب فلسطين وقضية فلسطين. يحيي تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقيادة المناضل محمد دحلان الذكرى السنوية العاشرة لرحيل شيخ المناضلين أبو علي شاهين، استلهاما لمسيرته العطرة وسيرا على ذات الدرب الذي اختاره أبو علي شاهين، مقاتلا وأسيرا ومبعدا، قائدا من قادة الحركة الوطنية الأسيرة، وكذلك ملهم بالفكر وبالقيمة وبالوعي لكل الأجيال الفتحوية سابقا وحاضرا وفي المستقبل. أبو علي شاهين لازال حيا بهذه الفعالية التي يتذكر بها أبناء فتح وقيادة حركة فتح، قيادة التيار الإصلاحي الديمقراطي، بأن أبو علي شاهين بفكره بعطائه بممارساته كان يعني ظاهرة نبيلة وجميلة في تاريخ هذه الحركة. هنا الأوفياء لأبو علي شاهين، الأوفياء للشهداء، الأوفياء للمناضلين، يعيدوا التأكيد مرة أخرى على وفائهم.